My name is Maximus Decimus Meridius. مساء الخير لكل محبي وعشاق الفن السابع فن السينما، مع بداية حلقة جديدة من سينما زوم وحلقة خاصة عن مهرجان دمشق السينمائي 18. تم البارحة افتتاح مهرجان دمشق السينمائي 18 في دار الأسد للثقافة والفنون بحضور نخبة من السينمائيين والمبدعين السوريين والعرب والعالميين، وقدم حفل الافتتاح لهالسنة فرقة إنانا بقيادة الفنان جهاد مفلح، حيث كان العرض عبارة عن استعادة لمشاهد من السينما العربية والعالمية مثل أفلام زمن الغجر، تايتانيك، مملكة السماء أو كينغدوم أوف هيفن، والفيلم السوري سيلينا لحاتم علي، والفيلم السوري صعود المطر للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، حيث تم ربط شاشة العرض مع خشبة المسرح من خلال تجسيد رقصات خاصة ومعبرة عن المشاهد السينمائية المعروضة على الشاشة الكبيرة، ليكون بالتالي ما شاهدناه البارحة لم يضف أي جديد على مستوى الفكرة سواء بالشكل أو المضمون عما تابعناه في السنوات السابقة، وليكون بهالشيء حفل افتتاح هذا العام خال من أي إثارة أو تشويق. وكما جرت العادة تم الترحيب والتعريف بأعضاء لجان تحكيم المسابقات الثلاث، فلجنة تحكيم الأفلام القصيرة يرأسها المخرج السوري ريمون بوتروس، وتضم في عضويتها الباحث والناقد البلجيكي أوليفييه جيكار، أليس كيروبي من فرنسا وهي المسؤولة عن الأفلام القصيرة في مهرجان كان، أما من الدنمارك فبرنيلي سكايد جارد مسؤولة التوزيع في معهد الفيلم الدنماركي، والممثلة الإيطالية مارتسيا تيتشي. رح تتابع لجنة الأفلام القصيرة 93 فيلم قصير من الإنتاجات السينمائية والعالمية. لجنة التحكيم الثانية هي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية، وهي مسابقة جديدة أدخلت إلى المهرجان من 3 دورات بس. يرأس هذه اللجنة
الفنان الكبير أسعد فضة، وتضم في عضويتها الممثلة السورية نادين خوري، المخرج المصري منير راضي، الممثل اللبناني إحسان صادق، الممثلة المغربية نجاة الوافي، والممثلة الليبية زهرة مصباح. أما لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية وهي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، يرأسها الممثل والمخرج الروسي الشهير فلاديمير منشوف، وفي عضويتها تضم نيكول جويمي باحثة ومسؤولة مهرجان ساندانس سابقا، الكاتب الفرنسي جاك فيسكي، المخرجة الألمانية هيلما سانت برامز، الممثلة الرومانية أنا ماريا مارينكا، الممثلة الإيطالية أنا بونيوتو، ومدير مهرجان إسطنبول السينمائي كريم إيان، المخرجة المصرية ساندرا نشأت، الممثلة اللبنانية ورد الخال، المخرجة التونسية مفيدة تلاتلي، المخرج السوري نجدة أنزور، والكاتب السوري محمود عبد الواحد، وأخيرا محمد بن قطاف المدير العام للمسرح الوطني الجزائري، حيث ستشاهد هذه اللجنة 24 فيلم، وهو باعتقادي كم كبير من الأفلام. لا أدري إن كانت اللجنة ستجد خلال 7 أيام فقط وهي مدة المهرجان، ستجد الوقت الكافي لمناقشتها وتقييمها بشكل نقدي وموضوعي. رئيس اللجنة المخرج ريمون بطرس سوريا. الناقد أوليفييه جيكار بلجيكا. ننتقل إلى لجنة تحكيم الأفلام العربية. And now the Arabic Feature Film Jury. رئيس اللجنة الفنان الكبير أسعد فضة سوريا. المخرج المتميز منير راضي مصر. المخرجة الألمانية الكبيرة هيلما ساندرس برامز. Uno. Šta Uno? Šta Uno? Nisi razumjela. Ako je to njoj u redu, ako je to njemu u redu, ako je nađi u redu, a nije zabranjeno. Pa Bahrija će školovat, ona nema nikoga. Prema zakonima ove zemlje je zabranjeno. Božji zakoni su jači. Pa si ti normalan? Ej, men du skal være skole på et eller andet tidspunkt, Martin. Prøv at komme her. Kom. Ups. Prøv at høre her. Det er slet ikke særlig farligt. Okay, jeg får fuldspænden og skyde kuffer og dragen. Og hvad er det for mange? Dæmonen. كما كرم مهرجان دمشق السينمائي 18 في حفل افتتاحه عددا من السينمائيين العرب والعالميين، نذكر منهم الفنانة القديرة ماجدة الصباحي والفنان القدير حسن يوسف، أصحاب التاريخ السينمائي الفني الطويل بأيام الأبيض والأسود. أما التكريم السوري فذهب للمنتج مأمون سري صاحب الصالات السينمائية السابقة، وهي سينما غازي حاليا هي سينما ديانا، سينما عائدة حاليا هي سينما أوغاريت، سينما لونا بارك أزيلت وحل محل المركز الثقافي الروسي، سينما الحمراء وسينما دنيا. أيضا ذهب التكريم إلى الناقدة والباحثة السينمائية ديانا جبور، مدير عام المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، وللمخرج مأمون البني، والفنانون سلوم حداد، سلافة معمار، وكاريس بشار،
اللي عرض لهم في حفل الافتتاح في البرومو التعريف بهم مشاهد من أعمال وإنتاجات التلفزيونية، ولعل هذا الموقف يدفع بالمسؤولين عن صناعة السينما في سوريا إلى إدراك ضرورة وجود صناعة سينمائية، لأننا نمتلك النجوم والقدرات والكوادر الفنية المطلوبة، ولكننا لا نمتلك صناعة حقيقية. وهذا الموقف نرجو أيضا أن يشجع القطاع الخاص على خوض تجربة الإنتاج السينمائي ليساهم بدوره في الصناعة السينمائية كما كان دوره كبيرا جدا في صناعة الدراما التلفزيونية. نرحب بالسينمائي المخضرم. Let us welcome Mr. مأمون سري. ديانا جبور. عمرها الفني القصير لم يقف حائلا في وجه نجوميتها المتدفقة المتألقة في المسرح والتلفزيون والسينما، فمن بوسعه أن ينسى حضورها المسرحي الأخاذ في مسرحية كسور، أو أداءها الجواني المؤثر في زمن العار وما ملكت أيمانكم، وكذلك إطلالاتها السينمائية البارعة في علاقات عامة وتحت السقف الذي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة في مهرجان وهران بالجزائر. أداء حسي مدعوم من عينين زرقاوين تخفيان شجنا أكيدا. النجمة السورية The Famous Syrian Star سلافة معمار. يشهد دائما لمهرجان دمشق السينمائي بأنه يقدم لجمهور السينما وجبة سينمائية فاخرة، وذلك من خلال نوعية الأفلام الجيدة التي سنتابعها سواء في أفلام المسابقات أو في التظاهرات المرافقة، والتي تنتمي إلى مدارس سينمائية متنوعة وعريقة، حيث سنتابع في دورة هذا العام تظاهرات لستة مخرجين هم من أهم علامات السينما، مثل تظاهرة المخرج البولوني المثير للجدل رومان بولينسكي، المخرج الصربي الكبير أمير كوستاريتسا، المخرج الفرنسي إيريك رومر، المخرج الأمريكي ديفيد لينش، المخرج الأمريكي أورسون ويلز، والمخرج البريطاني ريدلي سكوت، إضافة إلى تظاهرة عن مدرسة التمثيل الممثل الكبير مارلون براندو والممثلة الحائزة على الأوسكار لعام 2009 وهي سادرا بولوك.